يعني أول كان في برامج دينية اللي هي بالخطاب المباشر، الآن في تغير. أنت شايف التغير هذا كافي؟ يعني هل فعلا البرامج الدينية الموجودة الآن في القنوات الهادفة فعلا هي جذابة وقاعدة تتغير بشكل ملفت، قاعدة تبتكر بعض الأدوات الجديدة للتأثير في المشاهد؟ الجهود الموجودة طيبة حقيقة، يعني طيبة جيدة لا بأس بها يعني، وهي راجعة إلى في نظري أنا إلى عقلية من يقر هذه البرامج، مع احترامي الشديد أن من تربى على كلمة لا والقمع مثل جيلنا وجيل الطيبين ذولي، أقولها بصراحة الأفق الإبداعي ضعيف، ولهذا أنا أدعو القنوات الفضائية إلى أن تطلب من شبابنا فتياتنا أفكارا إبداعية جديدة. لما لا نأخذ أفكار من طلاب في الابتدائي أو في بدايات شبابهم، ستجد من الأفكار كما هائلا. أنت ما أنت شايف أن في ضعف في الأفكار المقدمة الآن؟ هي شوف أنا بقولك شيء، الصنعة الإعلامية مثلا نقول الغربية في هوليوود مثلا لصنعة الأفلام، ولا أهتم بهذا الجانب لأني أريد أن أستقي النافع منه. أنت عندك مؤسسة إنتاج أكيد تبي تنتج يعني. كانوا في السابق يعتمدون على وجوه المشاركين في الفيلم والأبطال ويدفعون لهم مبالغ، حاليا لا، صاروا يشترون الفكرة للقصة بمبالغ طائلة ويصدرون شباب جدد.